هذه الوجبه الدجاجه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. هنا كاينه 20 بيضه. اي 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 صافي ولا حتى حرام نبقى وكا ولا رافع علينا القلم ويلي زمك اكبر مشكل هو كيف تزاد اسم الدارجه مشكل فاش في بلاد الشيخات والطريجه ظلام وكا قنوت لبلاد داكشي لاش بشار كي رزقي بغيت تما الموت لا مت انا غير سكوني بالويسكا سطا الويكو. واحد الحاجه نوضحها لكم ما تبقاوش تقولوا في الكومونتير اسامه بيع علينا شي كلب اسامه بيع علينا شي كلب علاش حيت انا ماشي مول الكلاب غتلقاو الانستغرام ديال خويا في الديسكريبشن هو مول الكلاب سيروا هضروا معاه وتفاهموا على الكلاب حيت انا ماشي مول الكلاب. يا الدراري والبنات السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. فالفيديو ان شاء الله غنديروا البارت 3 ديال الفيديوهات على الكليبات اللي عندي وفي الفيديو غتكون واحد الفكره اللي سبيسيال خديت 4 دجاجات كومبلي يعني 4 دجاجات كاملين وغنعطيهم للكلاب وغنشوفوا شنو غيديروا معاهم واش غيكملوهم واش ما غيكملوهمش هادشي اللي غنديروا في هذا الفيديو. قبل ما نبداو كنتمنى ديروا لايك على الفيديو نحاولوا نوصلوا ل 2000 لايك قبل 24 ساعه. اللي باغي تابوناش معنا غتابونا دابا انتم غتابوناو اكتيفوا لا كلوش ولا فعلوا الجرس باش تصلكم النوتيفيكاسيون في كل مره اللي حطينا فيديو وتفرجوا فيه. لاشين ديال الثانيه تلقاوها في الديسكريبشن تابوناو فيها حيت غندير فيها واحد الكونتنت ما كاينش في هاد لاشين. هادشي اللي كاين بلا ما نطول عليكم بزاف يلا نحطوا الكلاب 4 دجاجات ونشوفهم واش غيكملوهم ولا كملوهم غنشوفوا شحال الوقت غيديروا باش غيكملوهم. دابا الدراري غنشوفوا اكبر وجبه غنعطيو للكلاب من نهار الزاد. هاد الوجبه كتكون من 4 دجاجات كومبلي 4 دجاجات كاملين ساعدين تشوفوها يلا خليكم مع الوجبه. هذه الوجبه الدجاجه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. المهم هنا كاينين 4 دجاجات وغنشوفوا شحال الوقت يستغرقوا باش غيكملوا هاد 4 دجاجات. بداو عليكم بزاف استعدوا دابا غنطلقوهم ياكلوا هادشي. كلوي بدات و هما خرجوا نريحنا. سيري 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 كولي سيري كلهم محامين على وحده ياكلوا فيها كل ومخلين وحده هنا وخلين وحده هنا فرق تفرقوا اجي انت هنا اجي اطلق اطلق كل هذه كل ها تمسا يمكن الخير شي وحده اللي خلاها بقى صغيره كاع كلوي اجي كل هذه اجي فوادو ولا ولايحي من في بلاصة كبروا كبروا سنان ما عاد ما نديرو بالحليب الحليب والرز ما بقاش خدام بلادو. اي 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 هذا خوتي ولاو شريسين هاد الاخوان هادو مابقاش معاهم الضحك هذا. يا كلاب اخوتي اول كلب خليه يهضر خليه يهضر صاحبي اول كلب وقف ودنيه هو هذا الكلب هذا بدا كيوقفهم ماشي وقفهم كاملين ولكن بدا كيوقفهم. شو كيوقف الزغاب ديال هنايا شو الزغاب ديال هنايا كيوقف خصنا نقول الحاج انت راك كلاو شبعوا احا يا حياك مشينا كلاو شبعوا وما يفرحوا تقريبا كملوا جوج جهات
تقريبا نكمل واد بقى هاد الدجاجه وبقى هاد الدجاجه صافي هادشي اللي هذا محيي حموشي هذا اخوش الدجاجه تقريبا نص تمشى هنا راه غير العظم اش باغي انت صاحبي هذا اخوتي ولا قباح هذا خصنا نربيهم هنا كما كتشوفوا راه بقى غير العظم هنايا راه الدجاجه فيها غير العظم ماشي كامل وما هذا اللحم مره كنعطيو لهم ماشي ديما يعني مره صافي من بعد ما عطيناهم 4 دجاجات وتقريبا كملوا بقات نص وحده دابا غنعطيهم 20 بيضة خضراء البيض مهم في هاد لاج اللي فيهم هما حيت فيه بزاف البروتينات وغيساعدهم على النمو ديالهم بلا نطول عليكم بزاف دابا غنهبطو غنعطيهم 20 بيضة خليكم معنا المهم اخوتي هنا كاينة 20 بيضة البارح كلاو 10 واليوم بقات 20 بيضة كاملة غنعطيوها ليهم ويومي غنعطيهم 10 اليوم بوحدو غنعطيهم 20 اما الايام العادية كنعطيهم غير 10 الا اليوم 20 دابا قسمنا ليهم شوية هنا هيدا حمزة وشوية هنا يلا خرج من هنا كليت حمزة هادي راه سلاوات كرا شنو اللي كتبقى في الدنيا وحدة أخرى كتبقى في الشركة أكل باش تكون مزيان كتبقى وحدة أخرى كتبقى وحدة أخرى ما عرفتش دابا من بعد ما كلاو 4 دجاجات و 20 بيضة غنصورهم لكم غتشوفوهم فرحانين وكيلعبوا و دابا تقريبا شي 12 ديال الليل وباقي معاهم انا المهم ما كاين ميد دام رايح مع الكلاب السلية قبل حتى واحد بواحد لا ما خوش كما كتشوفوا كلاو فرحان هذا اجي ولادي هما الخوت راه بداو شويه كيقودنيهم غير شويه ماشي بزاف اي تروجو اسكت اخوتي ولاو تيغوتو ولاو كينبحو بزاف انتو فرحانين صافي عرفتي واحد وانا خويا بغيت نفكركم في يديهم كي كانوا ديك صغار كانوا يديهم كحلين اش كيولاو دابا هاي ما تضربش مو كاس كم تخوض مو انتم شو وقفوا لي هذا خوشي هذا وقف ودن وبقى لي ود الاخر واحد وقف واحد لا تيكون كده على الاقل واحد يومين ولا غير نهار ويوقف عاوتاني مو الاخوان هذا البيض غنبقى نعطيه لهم تقريبا 10 ايام يوميا 10 البيضات يعني 100 بيضة غنعطيهم 10 ايام هذا البيض فيه البروتين ومهم لهم في هذا لاش في البيريود اللي فيه هما مهم لهم بيض بزاف فيه البروتين فيه بزاف الحوايج اللي غينفعوهم باش يكبروا من ناحيه الماكله راه مابقاش كنعطيهم غير الرز حيت كبروا بزاف ولكن كنعطيهم الدجاج ولكن ماشي خضر الدجاج كيطيب ضروري حيت واخا كبروا المناعه عندهم باقي شويه ضعيفه كنعطيهم الدجاج وكنطيبوا لهم ضروري كنعطيهم معاهم شويه ديال لي بات الرز مابقاش كنعطيه لهم علاش حيت الرز ما تيقدمش الرز ما تيقدمش بلاش كندير لي بات هي اللي مهمه كندير غير لي بات والدجاج ديما لي بات والدجاج لمده تقريبا 10 ايام حيت بداو يكبروا حدو يفوتوا 3 شهور ما كاين غير كروكيت الا غيكبروا غيوليو خصهم الكروكيت باش نقدر تمارا غيوليو كياكلوا بزاف يعني واخا جيب لهم الدجاج ولي بات ما يقدمش خصهم الكروكيت حيت ملي غيكبروا غيفوتوا 3 شهور واخا نعطيهم الدجاج ولي بات ما يشبعوا خصني نطيب لهم 20 دجاجه باش ما يشبعوا لهذا غنعطيهم كروكيت ملي غيكبروا وباقي جاي الفيديوهات في الطريق غنصور لكم الخناشي ديال الكروكيت اللي غناخذ باش نعطيهم ليهم
المهم استنوا الفيديوهات الجداد. واش اللي كان في الفيديو كتمنى يعجبكم، الى عجبكم ديروا لايك تابوناو في لاشين، لاشين ديال تاني تلقاو في ديسكريبشن تابوناو فيها. حطوا لي كومونتير شويه الافكار ديالكم وشنو بغيتوا تشوفوا في الفيديوهات الجايين، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو.